شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. بعض العلماء يعتقدون أن الموجود عندما ينتقل من نشأة إلى نشأة أعلى، فإن هذا الموجود لا يفقد الكمالات الوجودية للنشآت المتقدمة، وإنما يضاف كمال وجودي جديد على كمالات النشآت المتقدمة. توضيح ذلك أن هنالك حالتين: الحالة الأولى حالة الخلع واللبس، والحالة الثانية حالة اللبس بعد اللبس. ما هو الفرق بين هاتين الحالتين؟ نحن نمثل بمثال بسيط وواضح. في الصيف الإنسان يلبس ثوبا، ثم بعد ذلك بعد نهاية يوم حافل بالعمل يخلع هذا الثوب ويلبس ثوبا آخر. هذه الحالة تسمى حالة الخلع واللبس، يعني يخلع ثوبا ويلبس مكانه ثوبا آخر. الحالة الثانية: شخص يعيش في الشتاء، الشتاء قارس، يشعر بأن هذا الثوب الذي لبسه لا يكفي لدفع البرد، ما يخلع هذا الثوب وإنما يلبس ثوبا آخر فوق ذلك الثوب. هنا ماكو خلع واللبس،
وإنما هنالك لبس بعد اللبس، يعني لبس ثوبا إضافيا من دون أن يفقد الثوب الأول. هذه حالة يطلق عليها حالة اللبس بعد اللبس. إذا اتضح هذا المثال نأتي إلى ما نحن فيه. الموجود الكائن يمر في نشآت وجودية متعاقبة في قوس الصعود، لأن إحنا عندنا قوس الصعود وعندنا قوس النزول، مو كلامنا الآن في قوس النزول، في قوس الصعود. الكائن الموجود يعيش في نشأة، هذه النشأة تحتوي على كمالات وجودية معينة. ينتقل هذا الموجود من تلك النشأة إلى نشأة أعلى، شنو يصير؟ هذا الكائن يفقد كمالات النشآت المتقدمة؟ لا، ماكو خلع لكمال واللبس لكمال أعلى، وإنما هنالك لبس بعد اللبس. الكمالات الوجودية الأولى المتعلقة بالنشأة المتقدمة كلها محفوظة، يضاف إلى تلك الكمالات كمالات النشأة الجديدة. هذه نظرية يطلق عليها نظرية اللبس بعد اللبس. الآن مو كلامي أن هذه النظرية صحيحة 100% أو هي نظرية غالبية، ولكن كلامنا في بني آدم الذي كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم. هذا الكائن الذي كرمه الله وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل وهذا التكريم يرتبط بكمالات أي نشأ. إحنا ما فقدنا كمالات النشآت المتقدمة. ما هي كمالات الحالة الحجرية؟ الحجر الجماد له كمالات، العدم ما إلى هذه الكمالات، الأشياء المعدومة ما إلى هذه الكمالات، العنقاء ما إلها كمال وجودي لأن العنقاء لا وجود لها كما يقولون. الحالة الجمادية فيها كمالات، وجود، جسم، جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق، هذه كمالات الحالة الجمادية. إحنا البشر عندنا هذه الكمالات، موجود متحقق له امتداد في الطول والعرض والعمق. إحنا عندنا حياة نباتية، وتبعا لذلك عندنا كمالات النشأة النباتية. شنو كمالات النشأة النباتية؟ النمو مثلا، البشر له نمو ولوازم هذا النمو. إحنا عندنا حياة حيوانية، شنو كمالات النشأة الحيوانية؟ الحركة، النبات عادة ما إلى حركة، الحس والشعور، النبات عادة كما يظهر لدى النظرة العادية ما إلى حس وما إلى شعور، على الأقل الحس في المرتبة الحيوانية هذا ما إلى. إحنا عندنا تلك الكمالات. إذن كل واحد منا الآن حاوي على كل
أو أغلب كمالات النشآت المتقدمة. عندنا حالة جمادية، عندنا حالة نباتية، عندنا حالة حيوانية، ولكن كل هذه ليست ملاكا للتفضيل ولا للتكريم. البشر مو بشر بطوله وعرضه وعمقه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. تشوف واحد طويل عريض ضخم، المنافقون كانوا كذلك. هذه مو صفة نقص ولا صفة كمال أيضا، هذه قد تكون صفة كمال في النبات. نبات شجرة ضخمة ضاربة في أعماق الأرض وفي عنان السماء، هذا كمال للنبات. ولكن هذا لا يعبر عن كمال الآدمي. الإنسان ليس بطوله وعرضه وعمقه، ليس بأكله وشربه وطعامه. إذا الإنسان بقى في هذه المرحلة، ما تشمل هذه الآية ولقد كرمنا بني آدم؟ صحيح بني آدم مطلق، ولكن متى يكون بني آدم مكرم؟ إذا كان آدميا. آدمي إذا كان إنسان، ما كان حيوان. الإمام صلوات الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، يصف بعض الأشخاص، يقول بين نثيله ومعتلفه. من هنا يذهب إلى المعتلف ويأكل، ومن هنالك يتخلص مما أكل. بين نثيله ومعتلفه، ابن أبي الحديد يقول وهذا من ممض الذم، يعني هذا كلش ذم كبير أن يوصف واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بين نثيله ومعتلفه في الخطبة الشقشقية. هذا مو آدمي، هذا حيوان، بل هو أضل من الحيوان. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، هذا أسوأ من الحيوان. لأن عندما دخل في هذه المرحلة الجديدة يجب أن يتصف بكمالات هذه المرحلة الجديدة. ملاك أنه آدمي أن يتصف بهذه الكمالات. إذا ما اتصف بهذه الكمالات فهذا إلى أخذ وما إلى عطاء. ولد أبوه واي كان ينصحه، يعظه، يقول له افعل كذا لا تفعل كذا، ولكن الابن طبع الله على قلبه ما كان يسمع. إشمال أبو كان يعظه ما كان يسمع موعظته. في يوم من الأيام الأب هو يتأثر وقال أنه ما يفيد وياك، أنت مصير آدمي. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، نقلنا لكم ذات مرة كان يذهب إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه ويتوسل بالإمام، مؤسس الحوزة العلمية في قوم، كان يذهب إلى حرم الإمام يتوسل بالإمام أنه أنا صرت عالم، صرت مجتهد، ولكن أريد أصير آدمي. آدمي غير هذا، عالم مو يعني آدمي، تاجر مو يعني آدمي، فقير مو يعني آدمي. الآدمية شيء آخر، مربوطة بكمالات الوجود، مربوطة بالأخلاق، مربوطة بالتقوى. كان يتوسل أيها الإمام ادعو الله كن شفيعا إلى الله حتى أصير آدمي. المهم الأب تأثر من الابن ابنه وقال له أنت ما يفيد وياك ما تصير آدمي. المهم الابن بقت هذه الكلمة في قلبه، راح وتقلبت به الحياة وانتقل من موقع على موقع ثاني إلى أن صار حاكم في بلد من البلاد، وانقطعت العلاقة بينه وبين أبوه، ماكو علاقة. صار حاكم وحوله الفخفخة والكبكبة وكذا،
ولكن الكلمة بعدها في أذنه، أنت مصير آدمي. طلب الشرطة، قال روحوا على فلان واحد في فلان مكان في فلان بيت جيبوه. الشرطة ما اجوا، ومسكين في بيته أو في محله أو في مكان آخر، اجوا وأخذوه جابوا. ليش؟ شنو القضية؟ ما يدري. المسكين أسقط في يده، مرتكب جريمة، متهم بتهمة، هالشكل جروا جابوا إلى الحاكم. الحاكم قال له: هل تعرفني؟ قال له: لا. قال له: أنا ابنك اللي فلان شافه، شاف الملامح نفس الملامح. قال له: خوب شنو تريد؟ قال له: أنه تتذكر أنت في أيام الطفولة قلت لي في يوم من الأيام أنت ما تصير آدمي؟ الآن شوف أنا في أي حالة؟ تتذكر تلك الكلمة؟ فالتفت الأب إلى ابنه وقال له: أنا ما قلت أنه أنت ما تصير حاكم، قلت أنت ما تصير آدمي. أنت آدمي؟ أنت تريدني تبعث الشرطة إلي بهذا الأسلوب وبهذا المنهج، يجروني إلى دار الإمارة وهكذا يفعلون بي، وبعدين قاعد في مكانك متكبر متعجرف. حقيقة بعض الأبناء شوية يصير عند مقام ينسى أبوه، هذا أبوه إلى حق الحياة عليك، هذه الأم لها حق الحياة عليك. شوية كم كلمة علم يتكبر على أبيه، يمشي قبل أبوه. الابن ما إلى حق أن يمشي قبل أبوه من الناحية الدينية، من ناحية الآداب الدينية الابن لازم يمشي خلف أبوه، لازم يحترم أبوه. واخفض لهما جناح الذل، جناح الذل من الرحمة. الابن يجب أن يكون ذليل أمام أبوه، ذليل. واخفض لهما جناح الذل. هذا هو الآدمي، مو الشخص الذي تعلم كم كلمة يتصور أنه فتح السماوات. الزوجة يجب أن تكون، ينبغي أن تكون ذليلة أمام زوجها. مو أنا أقول، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يقول: المرأة الطيبة الذليلة مع زوجها. ما تأخذ نفسها قدام زوجها، ذليلة مع زوجها. وفي الجانب الآخر الزوج أيضا يكون ذليلا مع زوجته، ما يقف أمامه هذه الاعتبارات الاجتماعية. الآية الكريمة شنو تقول؟ أذلة على المؤمنين. المؤمن ذليل مع المؤمن، ما يأخذ نفسه أمام المؤمن، ما يتكبر، ما يتعجرف، حتى إذا فقير لا يملك درهما ولا دينارا. هذا هو الآدم. الأب قال لابنه، هو آية معبرة، العزة اجعلها على الكفار، أعزة على الكافرين، العزة أمام الكافر. أما أمام المؤمن، الزوج أمام زوجته، الزوجة أمام زوجها، المؤمن مقابل أخيه المؤمن، الابن بالذات مقابل أمه وأبوه، يجب أن يكون ذليلا متواضعا مو متكبر. قال الابن لوالده أنه: أنا قلت أنت ما تصير آدمي، ما قلت أنت ما تصير حاكم، صرت حاكم ولكن ما صرت آدمي. أحياناً حقيقة واحد يصير عالم لكن مو آدمي، يصير تاجر لكن مو آدمي، يصير حاكم لكن مو آدمي، نعوذ بالله من ذلك. ويحشر يوم القيامة شنو؟ وفيه، يعني في الخبر، من عادى أخي عليا يحشر يوم الملتقى ذمية، يحشر يوم القيامة بصورة الحيوانات. الشعر في موضوع آخر، لكن أكو في الأحاديث في روايات المعراج يحشر حيوانا. المتكبر يحشر يوم القيامة على صورة الذر، يعني النمل،
كل واحد يجي يوم القيامة يدوس هالشكل، تطأه الخلائق بأقدامها، هذا جزاء تكبره في هذه الدنيا. كم خلق يمشون عليه؟ ملايين الخلق لعله يمشون عليه. هذا رد فعل ذلك التكبر. أصلاً ليش واحد يتكبر؟ لأن يشعر بحقارة في ذاته. إذا واحد مو حقير في ذاته ليش يتكبر على الناس؟ هذا عقدة الحقارة التي تجعل الإنسان يتكبر. وإلا الإنسان إذا إنسان حقيقة إذا سوي لا يتكبر على عباد الله، لا يتكبر على خلق الله. أئمتنا صلوات الله عليهم شنو كان هدفهم؟ الإمام السجاد صلوات الله عليه شنو كان هدفه؟ بناء الإنسان، هذا كان هدف. التغيير الفوقي لا ينفع. بني العباس ما غيروا تغيير فوقي، اجوا أخذوا الحكم، شنو قيمة أخذ الحكم؟ بني أمية وبني العباس أكو فرق فيما بينهم؟ لا، بالعكس بني العباس كانوا أسوأ من بني أمية. تالله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس. شنو القيمة؟ هسه الحاكم يكون مروان لو يكون العباس السفاح، أبو العباس السفاح، شنو الفرق؟ الأئمة ما كان هدفهم تغيير الحاكم، نشيل زيد نخلي عامر مكانه، هذا ما إلى قيمة. المهم بناء الإنسان. لذلك الإمام السجاد صلوات الله عليه بأدعيته بتربيته بصحيفته السجادية كان يبني الإنسان بأخلاقهم وبمشيهم، مو فقط بكلامهم. من شوف الصحيفة السجادية فقط، مشي الإمام السجاد سلوكه، كانوا يعلموننا الأخلاق بسلوكهم وعملهم. إحنا نقرأ حياة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقرأ لكم بعض الروايات حول الإمام السجاد، عسى أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بذلك ونسير كما سار. في تاريخ دمشق كتاب ينقل أنه كانت للإمام جارية، الجارية مثل الخدم الآن مع بعض المفارقات، الجارية كانت تسكب الماء على يد الإمام، حدثت منها غفلة فسقط الإبريق على وجه الإمام فشج وجهه وأخذت الدماء تسيل من وجه الإمام صلوات الله عليه. إحنا إذا كنا في هذا الموقف، الخدامة في البيت سوت هذا العمل، ماذا كان موقفنا حقيقة؟ الإمام السجاد صلوات الله عليه لم يقل لها شيئا. شوف الجارية، الجارية اللي تنشأ في بيت الإمام السجاد هكذا تنشأ. الجارية نظرت إلى الإمام وإلى الدماء السائلة من وجه الإمام فقالت: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. فقال الإمام صلوات الله عليه: كظمت غيظي. أرادت المزيد فقالت: والعافين عن الناس. فقال صلوات الله وسلامه عليه: عفى الله عنك. أنا عفوت عنك؟ ومرحلة أكثر، أطلب من الله أن يعفو عنك. طلبت المزيد قالت: والله يحب المحسنين. الإحسان يعني الزيادة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنت حرة لوجه الله. إذا الإمام مع جارية، جارية ضعيفة، الخدم أضعف الناس عادة، تشوفون في بعض البيوت شلون يتعاملون مع الخدم. إذا الإمام مع خادمة ضعيفة لا تملك من أمرها شيئا هكذا يتعامل،
مع البقية كيف يتعامل. عن كتاب صفوة الصفوة، أن رجل جاء إلى الإمام وافترى عليه وبالغ في سبه، لأن بني أمية حقيقة شحنوا الأجواء ضد الأئمة صلوات الله عليهم، الحكم بيدهم وكل إشاعات كاذبة، فالناس حقيقة كان بعضهم مضللين. بالغ في سب الإمام، فالإمام لاحظوا هذه الكلمة. إذا إحنا نتعلم هذه الكلمة، إذا في يوم من الأيام انتقدتك زوجتك قول هذه الكلمة، إذا في يوم من الأيام انتقد الزوج زوجته قال هذه الكلمة، قال: إن كنت كما قلت فأستغفر الله، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. إذا هاي الأشياء اللي تقولها بي الله إن شاء الله يغفر لي، وإذا مو بي الله إن شاء الله يغفر لك. لاحظ هذه الكلمة وهذا الموقف. فأخذ الرجل يعتذر وقال: جعلت فداك، لست كما قلت، أنت مبرأ عن هذه الكلمات، فاغفر لي. فقال الإمام السجاد صلوات الله عليه: غفر الله لك. فانصرف الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الرواية الأخرى في تواضع الإمام، هذا عمل أي واحد منا ما أظن أنه مستعد يسوي هذا العمل، ولكن النفس عندما تكون كبيرة، النفس الكبيرة هاي الأعمال تبع لتلك النفس. إذا مر بشارع ورأى ما يؤذي السائرين، مثلا حجر أو ما أشبه، نزل من على دابته وأخذ ذلك الشيء بيده ونحاه عن الطريق، مستعدين نسوي هذا العمل؟ في سخاء الإمام، مرض محمد ابن أسامة مرض، فدخل الإمام عليه للعيادة فأجهش بالبكاء، قام يبكي بصوت مرتفع. الإمام سأل: أشبيك؟ ما يبكيك؟ الرجل قال: علي دين. الرجل المديون بعد موثق بدينه، شو يسوي؟ فقال الإمام: كم هو هذا الدين؟ فقال محمد ابن أسامة: 15,000 دينار، دينار ذهب، مو هذه الدنانير المتعارفة. فقال الإمام صلوات الله عليه: هي علي، هذا دينك، هذا 15,000 دينار علي. ولم يقم من مقامه حتى دفعها له، كلها دفعها. في بحار الأنوار، أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه كان يعول 100 بيت في المدينة، هذا كافي اليتيم، كافي العائلة مستضعفة، هذا هواي إلى ثواب عند الله. 100 بيت، مو 100 واحد، 100 بيت، 100 عائلة كان يعولها، مو علنا واسم، بالسر، ما حد ما كان يعرف. فلما مات الإمام، في رواية أخرى الآن أقراها، الإمام كان يروح، هم يشوفون واحد ملثم لا يخرج منه إلا عيناه، يجي وعلى ظهره جراب وعليه مختلف الأشياء، عندما كانوا يرونه كانوا يتباشرون، كل ليلة منتظرين ساعة 12 مثلا، ساعة 1، الناس نايمين، الفقراء ينتظرون، ملثم يأتي ويوزع عليهم الطعام والدنانير والدقيق. فإذا جاء الإمام تباشروا، بشر بعضهم بعضا وقالوا: جاء صاحب الجراب. الجراب يعني الشيء اللي يوضع على الظهر ويعطى به الشيء للفقراء. وعندما توفي الإمام السجاد وجدوا على بدنه جلب، جلب جمع جلبة، شايف الجرح عندما يبرأ أكو أشياء تبقى على الجرح،
حمراء تقريبا قهوائية، هذا يسمى بالجلبة والجلب، وجدوا على ظهره جلب من آثار هذه الأشياء اللي كان يحملها الإمام على ظهره. أقرأ هذه الرواية الأخيرة، الوقت قصر وأكتفي بذلك. كان الإمام إلى ابن عم، ابن العم ما كان مع الإمام لأسباب معينة، الإمام كان يروح بالليالي المظلمة ويعطيه الدنانير وهو ملثى، فكان ابن العم يقول لهذا الملثم: الله إن شاء الله يغفر لك، أنت هواي تهتم بي ترفع حاجتي، ولكن لا غفر الله لعلي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن ما يطيني ما يصلني. من هو هذا؟ هو علي بن الحسين اللي دا يطي الدنانير، ولكن لا يقول كلمة ما يقول، لأن العمل مو للإنسان، العمل لله. الإنسان إذا كان إنسانا يعمل لله ولا يعمل للإنسان، لا يعمل للرياء والسمعة. كان يقول له: أما أنت غفر الله لك، ولا غفر الله لعلي بن الحسين. الإمام كل شيء ما يقول، ما يعرف الإمام. في يوم من الأيام انقطعت الصلة. من هذا الرجل؟ افتهم أنه كان علي بن الحسين صلوات الله عليه. فكان هذا الرجل يأتي إلى قبر الإمام ويبكي على قبر الإمام ويعتذر من الإمام. هكذا كان أئمتنا صلوات الله عليه، هكذا أرادونا أن نكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ويوفقنا للاقتداء بهديهم في الدنيا، وبأن نكون معهم في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور